اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another episode of the Simply RYQ Less Master Surat Al-Baqarah series brought to you by TV Kirot Academy, your borderless school of the Quran. So far, we have covered, mashallah. Besides Surah Al-Fatiha, we have covered the first ten verses of Surah Al-Baqarah. Please feel free to share in the comments your experience so far. How has it been? How challenging? How easy? How are you bonding with Surah 2, with the Quran through Surah Al-Baqarah? And is there anything that you think we can do to better our I mean our approach in this? And without further ado, we are moving on to today's assignment, and we will be having, by the will of Allah, uh, verses number 11, 12, and 13. As usual, we start with Al-Istihaadah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض Do not say وإذا كيل Alright وإذا قيل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون Let's go back. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون Moving on ألا إنهم هم المفسدون ألا مفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولكن لا يشعرون ولكن لا يشعرون Let's go back to ألا إنهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Let's go back to the beginning. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المف يفسدون ولكن لا يشعرون Moving on to the next وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم, وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. آمنوا كما آمن الناس. آمنوا كما آمن الناس. Go back. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس on. قالوا أنؤمن كما آمن قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Let's go back. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Moving on. إن هم هم السفهاء الا انهم هم السفهاء الا السفهاء Let's go back. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء moving on، ولكن لا يعلمون. لكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون let's go back to the beginning of this verse واذا قيل لهم امنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون

هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون and this marks the end of this episode until the next may allah subhanahu wa ta'ala is it for all and may allah continue to keep us among the companions of the quran and may the quran intercede for us on the day of judgment surah al-baqarah intercede for, uh, for us on the day of judgment until tomorrow i leave you in allah's protection see you and see you in jannah Wassalamu alaikum wa rahmatullah Iqara. وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم